change rien, j'ai assisté au match ici au Maroc, les trois derniers matchs. Viva le Maghreb, mon frère, on est ensemble, Inch'Allah. En tout cas, vous devez être fiers de votre équipe, c'est une très très belle équipe. Ils ont très très bien joué et franchement, Sharfo Gal Arab, Wallah. Grosse force à toute l'équipe marocaine, on est ensemble. C'est pas une équipe qui subit, c'est une équipe qui joue Nishan. Même s'ils ont perdu, ils ont joué. Avec le cœur. Moi je dis aux Marocains, vous devez être très 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 fiers de votre équipe. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mon frère. Et nous, ça que j'ai rien. Et voilà. Et ça vient de la part d'un Algérien, comme ça vous savez. Hein. On est ensemble. Assalamu alaikum. Nous sommes à Tanja. Nous avons fait le parti de ce match. Nous sommes avec Croatie. Nous avons fait le match de Celta. ما كتبش ما كانش معنا الحظ احنا الدراري ديالنا عملوا جهدهم كامل احنا كنفتخروا ببلادنا كنفتخروا بهذا الشباب هذا وبهذا لي جون هاد الدراري عطاو كل ما في جهدهم وصلنا لواحد القمه اللي ما وصلناش اي واحد وصلنا لحنايا وهذا افتخار بالنسبه للمغاربه احنا كنفتخروا بهم كنحبوهم وكنحبوا البلاد ديالنا وافتخار لينا كبير حيت وصلنا لهاد القمه هادي اللهم لك الحمد الحمد لله وحنا مفتخرين بهم واللهم لك الحمد وفرحانين بهم بزاف وعاش الملك وعاش المغرب كتبقى المغرب دائما في القمه. شكرا الوليد، شكرا للاعبين. المرتبة الرابعة عالميا هي مرتبة مشرفة لنا كأفارقة وعرب، الكل تابع هذا الإنجاز الكبير. موعدنا إن شاء الله في كأس إفريقيا 2024 بالكوت ديفوار، موعدنا كذلك في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وفي بكندا وكذلك بالمكسيك. تحية للجمهور الذي سافر إلى قطر، تحية لكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير الذي سيتكرر إن شاء الله بألقاب جديدة. وأخيرا شكرا مرة ثانية وثالثة وألف مرة لكل من ساهم في هذا الإنجاز، خاصة وليد الركراكي. حصيلة جد مشرفة، لم يكن يتوقع أحد أن يلعب المنتخب سبع مقابلات ليصل إلى دور نصف النهائي. المنتخب قادر على تجاوز الصعاب مستقبلا. مفتخرين بالمغرب واخا خسر مع كرواتيا، ولكن راح حقق انجاز زوين بزاف والفخر للمغرب. وشكرا لوالد الركراكي وشكرا للمغرب وشكرا الانجاز الزوين اللي جابه. شكرا. يعني المقابله كانت يعني مزيانه، يعني رغم ديك الهزيمه يعني ما كنعتبروهاش حنا هزيمه، يعني المنتخب الوطني كتب الاخر التاريخ ديالو مداد من ذهب، وكما كنقولوا يعني دار المجهود ديالو، وكما كنقولوا هذه هي الكره يعني يا غالب يا مغلوب، وكتبقى الاخر الحظ كيلعب واحد النسبه الاخر دور كبير، هذا ما كان. وبالنسبه للاخر ديك الهزيمه، حنا كما كنقولوا الاخر خسرنا ضد فرنسا، يعني كانت هزيمه يعني براسنا مرفوع كما كنقولوا، وهذا ما كان. حنا فخورين بزاف بالفريق ديالنا، اول مره كنوصلوا لهاد المرحله هذه وكانوا جد رائعين، واول مره كيوصلنا واحد المدرب الركراكي، وحنا كنشكرهم بزاف وحنا فخورين بهم. واخا وصلنا لهاد المرحله هذه كنشكرهم بزاف، واخا نجيو حنا الرابعين ماشي مشكل. وصلنا لواحد المرتبه اللي ما وصلهاش حتى شي واحد، وحنا فخورين باللعبه ديالنا. زياش ديما زياش الركراكي وحكيمي والمرابط كان واعر، وناحي كان واعر، وكاملين واعرين صراحه الله، وحنا فخورين بهم. وديما مغرب وحنا دائما احسن من الدول، وديما هذوك اللي جيراننا ديما حنا احسن منهم، دائما حنا فخورين بهم. ديما مغرب والجمهور كان رائع وساندهم اول حاجه. فخر ان شاء الله يربي، كان ماشي ان شاء الله في الخط الاول ماشي مزيان، ان شاء الله نطلب الله فوقاش ما كاينش اللي كتعيش برا ان شاء الله. الجمهور وباش ان شاء الله ما يتقلقش، نتمنوا ان شاء الله يا ربي اللي كتعيش برا التحيه للجمهور ان شاء الله يا ربي، ونفرحوا له الله يسر سيدنا ان شاء الله يا ربي. انا كنقدم الشكر ديالي للوالد الركراكي، تبارك الله عليه، عمل مجهود معنا باش وصلنا هذه المرحله، يعني فرح والحمد لله. تا هما كانوا عاملين المجهود ديالهم اللي فرحوا المغاربه كاملين، يعني خارج الوطن وداخل الوطن، والحمد لله وصلنا وصلنا لواحد المرتله وكانت زوينه بزاف، وحنايا فرحنا وكنا فرحانين وماشي معاهم الفرحه ديالنا، وتا هما كانوا فرحانين. اما تبارك الله عليهم وارين، واخا جاوا الرابعين راه تا المرتبه الرابعه مرتبه ماشي زعما، ولكن حنا كان خصنا المرتبه الثالثه، دوماج. مفتخرين والله، انا مفتخرين بزاف. و 86 ما طلعوا الدوري 16، 86 طلعوا الدوري 16، دابا واخا هايدا واخا غلبنا اسبانيا والبرتغال، هذا انجاز ماشي نساو كلشي،
تشوف وي خسر زعما في الاخر وتفكر اللي فات كامل زعما نساوه. تبارك الله عليهم، الله يعاونهم، الله يعاوننا حتى حنا دابا في كاس الانديه ان شاء الله. هو الصراحه المغرب عند الجودات كبارين، ولكن المغرب ما خصهمش يبكيو حيت وصلوا للمربع الذهبي. وديما مغرب ديما ماغوك، هما عملوا اللي عليهم، انما الحظ ما ساعدو مشيو الحمد لله على كل حال. وحتى شي فرقه ما وصلت نهائيات الا الفرقه ديالنا حنا، كنحمد الله وكنشكر على النهائيات وشكرا بزاف.